اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضرتكم هاني فرج من قناة عربية. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تباعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك تواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-1-303-5-9-1. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله، بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1984 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله، هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعت لحضراتكم من جديد علشان أقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1984. العربية حالتها ممتازة، العربية فيها الموتور بنزين، المكنة السمراء، العربية فيها رخصة لشهر 9/2021، العربية فيها طقم جنوط سبور بكاوتش جديد، العربية مش عايزة أي مصاريف، العربية بحالة ممتازة. هقول قبل ما اقول لحضراتكم على سعر العربيه وكمان طرق التواصل مع صاحب العربيه، الفيديو اللي معانا النهارده بتاريخ الثلاث الموافق 18/5/2021، الفيديو اللي معانا النهارده بتاريخ الثلاث الموافق 18/5/2021، يعني لو الفيديو مر عليه بالكتير 10 ايام يا ريت حضرتك ما تتصلش بصاحب العربيه، لان غالبا بيكون باع العربيه. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1984. سعر العربية 45,000 جنيه، سعر العربية 45,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-120-072-150. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 010-120-072-150. ده كان موضوعنا النهاردة، استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا اللايك، وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.